معانا على التليفون الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع. أهلا بيك يا أستاذ محمود، مساء الخير. وإيه أبرز ما توقفت أمامه النهاردة في مؤتمر إعلان نتائج الانتخابات، وأيضا شايف إزاي نسبة المشاركة اللي بلغت 29.5%؟ احنا زي ما بنقول ان نسبة المشاركة في المصريين في المرحلة الثانية زي ما اعلن سيادة المستشار لاشين ابراهيم وصلت ل 29.5%، ودي نسبة ممتازة جدا. دي بتدل على ان المصريين على وعي كامل بأهمية أدائهم للاستحقاق في الانتخابات البرلمانية ومجلس النواب. يمكن العدد الإجمالي لحق ليهم التصويت 31.2 مليون. النسبة اللي اتشاركت تعادل الثلث في هذا العدد، وهذا عدد يمكن مشرف جدا، وده بيأكد على أن المصريين يعني مقبلين بشكل كبير جدا على المشاركة في بناء دولتهم واستكمال الاستحقاقات الدستورية اللي ممنوحة ليهم طبقا للدستور. المصريين قدام العالم كله شعب عظيم، شعب قوي، وشعب متكاتف، وشعب دايما يعني يدحض كل الافتراءات اللي بتحاك وبتتربط بالدولة المصرية. ويمكن مشاركتهم دي أكبر صفعة على وجوه من يتربصون بمصر. أكيد. المستشار لاشين إبراهيم أستاذ محمود قال إن 41 مرشح حسموا الفوز من الجولة الأولى، وإن في 200 مرشح بيتنافسوا على 100 مقعد في النظام الفردي. إلى أي مدى يعني ده بيقول لنا إن المنافسة قوية ما بين المرشحين وبعضهم؟ ده بيقول لنا المنافسة قوية وما بين المرشحين، وبيقول لنا برضو إن الهيئة الوطنية للانتخابات والدولة على مسافة واحدة مع كل المرشحين. إحنا شفنا المنافسة قوية جدا مش على المقاعد الفردية بس، ده في القوائم كمان. ويمكن ده أكدته صناديق الاقتراع في نتائجها اللي أعلنت اليوم في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات، وده بيأكد لنا إن إحنا ماشيين على مسيرة سياسية صحيحة وسليمة ونزيهة وشفافية كانت فيها يعني بنسبة كبيرة جدا. يمكن المرحلتين أو المرحلة الثانية في الجولة الثانية والجولة الأولى، يمكن إحنا خلال الفترة القريبة المقبلة بداية من يوم 21 هنبتدي للجولة الثانية في المرحلة الأولى، وإن شاء الله الشهر الجاي 5 و6 و7 و8 في الخارج والداخل هنكمل الجولة الثانية في المرحلة الثانية في الانتخابات. يمكن إحنا على نهاية شهر ديسمبر المقبل هنكون أنهينا الاستحقاق بشكل كامل في كل جولاته وكل مراحله الانتخابية، المرحلة الأولى والثانية. ولكن إحنا دلوقتي ننتظر ان المواطنين يكملوا مشاركتهم بهذه النسبه وبزياده كمان في الجولتين المقبلتين او في المرحله الاولى والمرحله الثانيه، بحيث ان احنا نكمل رسالتنا اللي احنا عايزين نوصلها للعالم كله بنفس الصوره المشرفه اللي شفناها قدام طوابير الانتخابات، واللي اكد عليها سياده المستشار لاشين ابراهيم ان العالم كله بينظر للانتخابات اللي اجريت في مصر نظرة شرف ونظرة احترام وتقدير للشعب المصري على هذا الاستحقاق في ظل الظروف اللي بيمر بها العالم كله في مواجهة فيروس كورونا. يمكن الأداء اللي اتعمل في الانتخابات دي من الهيئة الوطنية للانتخابات لاستاد القضاء اللي أشرفوا إشراف كامل وتام الانتخابات دي، لوزارة الصحة اللي كانت على كاهلها دور تعقيم كل اللجان، وزارة الداخلية في تأمين اللجان دي وتأمين سير العملية الانتخابية، الغرف العمليات اللي كانت سواء كانت من وسائل الإعلام ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني، يعني لم ترصد أي شيء خارق يؤكد على عدم أي شيء ممكن يشوب هذه الانتخابات النزيهة اللي تمت في شفافية كاملة. شكرا جزيلا حياتك الكاتب الصحفي الأستاذ محمود الضبع، شكرا لك يا فندم.